عندنا عم شيت مش اللي معودين عليه. ما كنتوا ما دخلتوا ابدا مش اول مباراه من بدايتها قدر فريق الرياضي لقط هو التيمبو بالجيم. شو صار معكم؟ ماشي يعني انا مثل ما قلت من شوي اول اوف تايم كان كتير كاتاستروفيك لنا. ما في فايتنج سبيريت, ما في شيء يعني اللعيبه واضح. الرياضي كانوا يعني اول شيء مبروك استاهلوا الجيم, كانوا الفريق الافضل. وانا من اول موسم قلت انه الرياضي هو الفريق الافضل, يعني اليوم برهنوه. نحن ما كنا بنستحق نربح, عملنا كامباك منيح بتاني كوارتر واول بتاني هاف تايم. يعني اول تالت كوارتر للنص الرابع تقريبا كنا عم نرجع نجرب نقرب, رجعنا اخر خمس دقائق كمان وصلت من نقاط. بس كمان كوتش سكور افريج يعني السكور الفارق كمان ممكن يضر كتير فريق عم شيت لانه ماينس 16 يعني. اللي لعبنا فيها كان ممكن الرياضي كمان يربح اكثر, لعبوا ماتش كتير حلو. علي محمود, جو عبد النور, كل واحد عمل شغله. أحمد إبراهيم عمل جيم كتير كبير. سمعة ولو يعني لعبوا مع بعضهم كانوا مرتاحين أكتر, كان عندهم ثقة ببعضهم أكتر. عملنا أغلاط ببطن يعني أغلاطنا كتير بدائية يعني ABC الباسكت ما بتنعمل, بس بالنهاية بس نخسر بدنا نتقبل الخسارة. مثل وقت بنربح بناخذها بتواضع. فمبروك للرياضي كانوا حلو الروح الرياضية أكيد. منك كوتش غسان بياخد